أستاذ راه عندنا الأساتذة السي أصحاب العلم. آه يا بالله نعم. وي وانا سامحينا تسوقي يلا راه كاين المنع. كاين المنع. شكون راه منع؟ صورنا هنا شراسون هنا هاي تحيه بلا ما سيدي راه الباشا كيمنع الفلاحين جايب القوه الباشا جايب القوه كيمنع الفلاحين بغى باش ينسف هذا الاجتماع هو كيقلب على سبب باش ينسف الاجتماع هما فيها مجموعه ديال الخروقات ديال انهم استنى واحد المجموعه هذاك فلاح والاخر فلاح شوف ليه شوف ليه هذاك فلاح وهذاك فلاح وهذوك المجموعه كل فلاح حنا ما عرفنا هنا واش عندنا لوزينات حتى كيمنع الناس راه عندنا هنا غير الفلاحه واللاحات وستنيتو بعدا الفلاحات وستنيتو بعدا حتى الفلاحين وراه ما عندناش حنا هنا لوزينات عندنا الفلاحين جايين باش يعبروا على رايهم ومن حقهم يدخلوا للاجتماع ويعبروا على رايهم الاجتماع كيطريسوا هذاك اللي دعا الاجتماع هو الغرفه الفلاحيه والغرفه الفلاحيه هي اللي دعا الاجتماع وهي اللي من حقها تمنع ومن حقها تعطي الشرعيه وحنا كنقابة راه جلسنا مع الغرفه الفلاحيه وجلسنا مع المسؤولين ديال الفلاحه على اساس اننا غنمشيو بهذا الشيء هذا بشكل ديمقراطي هذا السيد هذا جا هو بالقوه وكيمنع حنا هادشي راه كنجمعو عليه حنا هادشي كنجمعو عليه راه تيفتنا هادوك الناس شكون اللي منعوهم في البلاد واخا تسنى حتى نكملو هادشي واخا غادي نصوروهم ويهضروا يلاه هكا بوص لا غير دير معاهم لا غير كاملين ما ما واش خايف اش خايفين حنايا زبط شنو هما ديالنا؟ ها هما هاد واحد شي الدراري هنا ما كان انت ما بغيت تدخل؟ ياك ما بغيت تدخل علاش علاش ها؟ حارس الحدود هنا ها؟ كاين حارس الحدود هنا إلا ما عندك الفيزار ما غتدخل لا واش منعوك؟ منعوني من الدخول من الدخول تكلم مع مصطفى هضر اسي كاين الاخر عيط الاخر اش كدا؟ اجل بوالي هنا اجل بوالي هادشي اللعب هذا لا انا في لا خاصين تدخل للاجتماع بحالك بحال عباد الله بحالك بحال عباد المنع المنع انا ماشي مغربي عطيوني شي جنسيه اخرى يلا سي عطيوني جنسيه راه محروم من كل شيء محروم من الدخول من الدخول اش كدا بليز صافي تبغى تا ما كيما العرض وكشوف وي وي صافي صافي السلطان على باريير الحسين شكون اللي منعك هادشي والله واخا نمشيو للحبس
هاك حيت الماء ديالنا ماشي ديال حد والله ديال شي واحد هذا هو المنع هذا هو الخطا ما تبداو تورينا اش غنديروا كاين شي حد الا كره غادي يضني هنا اللي غندخلوا الدراري هنا اللي عرفنا شكون هما اللي غيدخلوا اليوم ومنع منعوك هادو انا انا حداك كنجيو الدراري هنا اللي غندخلوا اللي ما بغينا راه ما يدخل انا كنعرفو بلي واش منعوك منعوك غتعرفوه واش منعوك من الدخول علاش يمنعوني غندخل انا هكا سيد لا لا تاع حسين 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 ولا حسين لا غادي يدخل ما غادي نمشي وحدايا بليت ديال خاوي لا غادي يطلع لا وريتها عندي وما عندي وما غنوريها ليك شكون لي انا زوالا مصطفى مصطفى الواقع انا الواقع عايش الواقع دابا ماشي معقول ولي شوفوا واش في اللحظه دا ولا ماشي في اللحظه الا ديالو راه غادي نشوفوا هاد العنصريه واخا منهم اللي كنصوروا حنا راه ما غادي سيدنا ما غاديش نشعلوا ليه اسميتو راه بغاو الفجر هادو القانون ديالها ولا صبح وحده في المغرب نقطه تساوي ديال هاد البلاد نقطه تساوي اللي ما قرا القانون يمشي يقرا الطرفان خاصنا الطرفان خاصنا السبيطارات خاصنا المدارس خاصنا هكسر الدري داك الطوموبيل هكا والحسين العيال ما جاو والحسين جاو جاو سود السيد هذا سود رجال انا ايش واقعي باش احنا غادي نمشيو القانون جاي هي اللي كنكسب محرومين من الحقوق ديالنا كامله محرومين من العمل او ما غيكملوها بالحريه ديالنا في ممارسه الحق العمومي ديالنا ديال ديالهم اللي راه كي راه ملكوا الناس وديال الاحباب ودابا كاين الممثل ديال الاحباب هنا والممثل ديال انك تيديروا خروقات قانونيه وكيمنعوا لينا المناضلين وكيديروا الانتقاء هذا الشرب في الميليتير هذو راه عارفين الطريق ديالها غادي يجريوكم هادو غادي يدخلوكم للمشاكل هاد الاوامر دابا واش هادي الخوا ديال سيدنا ولا لا انا تندير المحافظه على الاداره الا عطاك الوكيل امر وقال لك هادو جوج داروا الفوطا جيبهم شوف هاد الدراري شوف هادو ما داروا لا فوطا ولا شوف مصطفى نعم هادو اي اي صافي ما كيسبوا ما كيضربوا عمرهم ما سبوا لا عندهم السوابق ديال القتل ولا ديال الحرب هادو راهم مسلحين هذا هو 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 هذا هو
ايش السنة ايش قال هم غير يخويا لا نقاغ تبدا شغل تصور لا غوين ولا غوين باش نحضر المحاكم اسكت ابو سكه وهادشي ما يجوز بالله ولا دا اخسي حضر اخسي يمشي كلشي هادشي غادي يتحاسب راه هادي بلادنا وعزيزه علينا وغاليه علينا الرجال كيقول لك غير يا من كريم يا من كريم باش احنا غادي نضيعين هنايا انا غادي نموت هنا اللي كيعرفوه الراجل ما كيعطيو لي السيده ولا عطاك كيفاش مشاو لوز هذا ديالنا هذا ماشي ديالنا اللي ما عنده اوراق يمشي معاه هذا ما قرا يمشي يقرا راه ما قراه هو فين قرا وفين قرا انا قلت لك هذا فين تبركيك هو اللي كاين انا اللي كنكون جا خالي ماشي صح ويوقفوه الصح ما كاين هادشي شايفه صح زلين كلشي صور كلشي من طرف باش انا شكيلو لك جميله جات لي وانا نشوف راه معروف راه راكم معروفين و الا طعت عليكم شي امر غير ديال سيدنا راه ما كاين شي شهدوا لا لا المؤيدين ولا المعارضين اذا شفت هذه الحضره البراوات وزيد على بركه الله صافي نوريك لي صافي جند حشلات باش راك ما كاينش ولوز ما فيه والو راجل وكاين رجال اسي قالت لي بلاد قالت لي بلاد قال نرقد اي شيء اسر الله يهدي احسن يكون اي ولد تلقى ريحه هافيه راه ماشي جايين حي باش تصعب العسكر العسكر راه البلاد